بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم بشار الأسد بكل وقاحة بكل سفالة عم يزور بابا عمر. بابا عمر اللي قتل وشرد وهدم فيها هو وإصابته. وبكل دم بارد عم يقول بشار الأسد إنه رح يرجع أو رح يساوي بابا عمر أنظف من الأول. لك بابا عمر أنظف منك، بابا عمر أنظف من أصلك. حاويات القمامة يلي بابا عمر أنظف من وجهك. أيها النجس اللعين، أقسم بالله لناخذ ثارك يا شهيدنا، ولا لنذبحك يا بشار وين ما كنت تكون، ولا ناخذ ثارك كل كبير وصغير بسوريا من شرقها لغربها من شمالها لجنوبها، وخاص ناس أهل حمص الأبطال وبابا عمر الأشاوس. ما بدنا نعمرها لبابا عمر، نحن بناء بابا عمر مأجلينه لبعد ما نقضي عليك وعلى عصابتك، وبعدين بتشوف مين هن الثوار السوريين، وإن غدا للناظرين قريب. عمار أبو شاهين، مجلس قيادة الثورة في حماه.